إذن الإخوان، السلام عليكم. كما كتلاحظوا عندنا بواط فيتاس اليوم، عندنا واحد الميكانيزم. كل ما نشريو ميكانيزم كنديه للتور عند الاختصاصيين يزيروا هاد لي روسور باش ما يبقاش يدير شونطاج ياك الإخوان. الغلط اللي كيديروه الصنايعية والغلط اللي كيديروه مبتدئين أو أي واحد يبغي يقلع بواط فيتاس ويحلها ويبدل كيت لومبرياج، هذا يلا نبدلو الكيت لومبرياج، ديسك لومبرياج مشى مات، يلا بدلو جديد. هو كان عوال بلي ماعادش نبدلو غير البلاطو عنده ماشي ملح، لكن تا الديسك لومبرياج لقيتو لو ميت. والسبب واش تا هو؟ السبب الاخوان هو انه الانسان لما يخدم ما كينقيش، كيخليها بها بوسخانه ياك. كاين اللي بغي ينقي باش ينقي غير الكيد بيتي، كينقي الكيد بيتي سي بون مليح، الا نقى الكيد بيتي بعدا كيركب لومبرياج غادي يولي مليح سي بون ما شاء الله كاع. لكن 3 جور 4 جور او لا 3 سيمين او لا 3 موا ما يدي باسيش 3 موا صاي ويبدي شونتي. الوغ واش خصنا كي نقيو يعني لا بياس هادي تاع الكيد بيتي ياك، واحد واحد الرولمو كتشونجا واللي ماتت له هادي وبغى يشونجيها يقدر يدير غير هنايا سودي لاراش هنايا ويخرج هادي بلا ما يقلع لا بواط، لحقاش هادي كتخرج من هنا ولو انك تركتها تخرجها من هنا. الوغ هادي كتبدل للمعلومه للصناعيه، هذه كتبدل بلا ما تفركت لابواط ولو اني انا بدات فركت عليها لابواط، لكن غير هنا تخدم لها لاراش. نولوا للموضوع، قلنا ديك لا بوسيير اللي غادي تكون هنايا غادي تدخلنا هنا للمكان تاع الكيد بيتي، والكاج بوسيير مي ما تكونش كاينه يدخل الماء ويدخل الغبره واش يصرى تقريبا هاد لابيتي هادي كتدخل وتخرج، لورول ديالها كتدخل وتخرج، وهنايا كدور مع البلاطو لما كتطلع لومبرياج كدور مع البلاطو ياكو. هادي تبقى كي تطلع لومبرياج توطا لكن ما تريكيليش، مي ما كتبقاش تريكيلي تفرع لنا الميكانيزم في ساع ديسك لومبرياج يبقى بلاتيني ما واطي ما طالق. علاش؟ الا كنت واطي ما عليك والو، الا كنت طالق رجلك على لومبرياج ما عليك والو، لكن توطا نص صوتية هذا في ساع يضحك بحال اللي راك تليميه. صافي الاخوان، يعني لما تبغي تبدل الميكانيزم وبسيت عليك ولو عندك الخدمة ولو مزير ولو رحم الله عبدا عمل عملا صالحا وأتقانه. قاعدنا خدمة هانتوما تشوفوها لوطو برا واقفة حداكم، ها لوطو ها رونج راهم بالله تبارك الله واحد جوج حديدات اخرين، يعني قاعدنا الخدمة. لكن اي خدمة ولو نزيد معها الليل ولو نزيد معها الوقت ولو لين نطلقو تلقو مريقل، ما يعني الخدمة خصها تكون متقونة، ما يبقاش بدا نبغي باش ربي يسهل علينا وعليكم. الرزاق هو الله، أما الكليان تقدر دير معاه مليح وما يقولهاش فيك زينة كاع، يعني أنت صفيت مع اللي خلقك، أما العبد ما كاع ما تضرب له حساب، قالها زينة سي بون. أحسن حاجة أنه إنسان يقول كلام طيب، لكن ما بغاش يقولها زينة لهلا يقولها له كاع، أنت المهم خدم مع الله زين. هادشي اللي كان، والسلام عليكم.